نتحول للشق الاقتصادي، يعني أبرز ملامح توجهات برنامجكم الانتخابي في الملف الاقتصادي إيه؟ برنامجنا الاقتصادي بيقوم على الحقيقة، هو برنامج تفصيلي وبرنامج أنا قلت وقررت الذي أعده أساتذة متخصصين في المالية وفي القانون التجاري وفي الإدارة، وإن سبب المشكلة أولا دايما ما يطرح الملف الاقتصادي والأزمة، وأنا بقول إن الإصلاح الاقتصادي لهم مقدمات تبدأ بالإصلاح السياسي، ومن آثاره الجيدة هو الإصلاح الاقتصادي. فمقدمات الإصلاح الاقتصادي تبدأ بالتعليم ثم الإصلاح السياسي اللي بنقول عليه، وتبدأ بالحقيقة بتحسين جو الاستثمار، يعني حسن معاملة القطاع الخاص. القطاع الخاص احنا مش في خصومة مع القطاع الخاص، واحترام التنافسية، لأن لن يكون هناك استثمار. القطاع الخاص هو بيتحمل الحقيقة الجزء الأكبر في التشغيل وفي التنمية الاقتصادية، ولهم يعني مواقف من بداية حتى بعد استقلال مصر. يعني الاقتصاديين العظام طلعت حرب وغيره، يعني لن ينهض الاقتصاد إلا على عاتق القطاع الخاص زي ما في كل الدنيا. طيب هل حضرتك وبرنامجكم مع مزيد من الحوافز الضريبية للقطاع الخاص، ولا مع رفع أو زيادة الضرائب المحصلة من القطاع الخاص ومن الأغنياء لصالح تمويل طبقات اجتماعية أقل احتياجا؟ لا، أولا أنا ضد زيادة الضرائب. الناس أرهقت. لا، بتحدث عن شريحة رأسمالية معينة هي أو احنا استثمارية معينة. بنتكلم على شريحة رأسمالية، يعني برضو يعني خلي الخريطة قدامنا. لا، أولا المعاملة الضريبية الحالية، واحنا بنعتمد على الجانب الأكبر في ميزانيتنا من الإيرادات من الضرائب، ده صحيح. فالمسائل مش في ان احنا نفرض مزيد من الضرائب، المسائل ترشيد الانفاق زي ما قلت في الاولويات، زي ما قلت في دعوة المصريين، لما بنشوف مصريين عندهم مليارات وبيستثمروا خارج مصر، طب ليه؟ في سبب، في اسباب يعني. والاستثمار مناخ، والاستثمار منظومة متكاملة من قوانين ومن القضاء على العراقيل الإدارية، المسائل منظومة كاملة. على ذكر مسألة الأمن القومي ومسألة الأوضاع الإقليمية، يعني أكيد حضرتك بترى ما يحدث الآن في الإقليم وخصوصا في قطاع غزة، إلى أي مدى هذا بيفرض تحديات على الرئيس القادم، وإلى أي مدى هذا الأمر ربما يكون غير أو عدل في برنامجكم الانتخابي أو تأثر ببرنامجكم الانتخابي؟ لا، هو هقول لحضرتك حاجة، يعني ما حدث في غزة في 7 أكتوبر لا شك أنه فاجأ العالم كله، ولا شك أن له آثار سلبية على مستوى العالم، وله مسألة غزة وفلسطين مسألة بالنسبة لنا. أولا حسب الدستور، يعني حتى في مادته الأولى، مصر جزء من الأمة العربية، دي حقيقة. اهتمامنا بالقضية الفلسطينية لأن ده مستقبل واحد، وحتى أمن قومي مصري، لأن فلسطين هي البوابة الشرقية لمصر، ولأن الحقيقة يعني الاحتلال الإسرائيلي وأطماعه تتجاوز حتى فلسطين. فالمسألة بالنسبة لنا الاهتمام بالقضية الفلسطينية هي اهتمام بالأمن القومي المصري، وهي مسألة عقائدية، لأن المسجد الأقصى احنا بنتعبد بالإسراء،
واحنا بنقوم بدورنا باعتبارنا حتى المنفذ الوحيد حاليا لغزه عن طريق مصر. فبالجغرافيا وبالتاريخ المساله يعني بتحتل مساحه كبيره من الاهتمام المصري. المعامله بقى مع هذه المشكله، هل كان على القدر المطلوب ولا كان ممكن افضل؟ السياسه الخارجيه بنتركها للدوله.